صحيح، انت حامل اللقب اصلا يا كابتن بلال، وبتسعى للحفاظ على اللقب بعد مكسب النهارده. الف مبروك اولا، ولكن زي ما قال الكابتن اسامه، فوز مستحق، فوز مهم جدا، فوز غالب، فوز متوقع. كل اللي قلته حقيقي، فوز مهم، فوز متوقع، فوز مستحق للنادي الاهلي. مباراه جيده من النادي الاهلي، جيده جدا كمان. انت بتكسب ثلاثه في الدور قبل النهائي، وده شيء جيد. سيطرت على المباراه من بدايتها لنهايتها. كان في بعض الفرص، وده طبيعي في كره القدم، يعني انت ما بتعبش نفسك برضه، انت بتلعب فرقه برضه عندها صح امكانيات وعندها طموحات، وصلت السيمي فاينال، فطبيعي ان هي هيجي وقت من الاوقات ان يبقى ليها دور في الملعب، او يبقى ليها تواجد في الملعب. التواجد جه من خلال كورتين ثلاثه، تمام؟ كان مزبوط. ممكن واحده جايه، واحده بتنوع جنب العارضه، واحده طلعها الشناوي، الثانيه برضه اتلعبت لما اتلعبت عرضيه واتلعبت بالدماغ، لعبها رفيق كابو جت من جنب العارضه. فطبيعي جدا ان الخصم او فريق انبي كله هجمات طبعا. يعني ده منطقي في كره القدم، عشان برضو ايه الناس تتفرج. بلاش، اصل الاهلي كان ممكن يجي في جول، طبيعي. طب الاهلي كان ممكن يجيب خمس ست جوان، اضاع اكتر من فرصه محققه بعد تسجيله للثلاث اهداف. النهارده انت بتضغط بشكل كويس، بتستحوذ بشكل كويس، اداء جيد، لعيبه نص ملعب ليها تواجد بشكل قوي جدا، ان هم يمكن كان هم الكفه المؤثره، تمام، للنادي الاهلي النهارده في المباراه. التحركات بتاعتهم الاماميه، التحركات العرضيه، الضغط. النهارده عبد المنعم وياسر بيأدوا مباراه من افضل المباريات اللي بيأدوها على الاطلاق. صح. النهارده رقابه جيده جدا، التغطيات هايله جدا، بيستلموا الكوره، بيسلموا، بيحضروا بشكل كويس، بيحاولوا يبني هجمه من تحت. فالنهارده الاداء الدفاعي بتاعهم اداء جيد جدا جدا جدا. الاهلي بشكل عام النهارده الاداء قوي. ما شفناش كتير محمد داني في الجزء الامامي، ما شفناش كتير علي معلول في الجزء الامامي، لكن شفنا حسين الشحات في الجزء الامامي بشكل كبير او بشكل متواصل. شفنا بيرسي تاو بيحاول بشكل كبير انه يتحرك في نص ملعب، يتحرك على طرف ملعب، يخش في القلب. شفنا الاثنين الوينجرز الاساسيين اللي بتعتمد عليهم في الهجوم، تمام، في حاله التكتل الدفاعي بيتحركوا بشكل كويس. مودست النهارده سجل هدف، بنقول له مبروك النهارده. بتكتب يعني بدايه كتابه التاريخ مع النادي الاهلي. اعتقد انه عنده اكتر من كده بكتير جدا 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 جدا. ممكن هو لسه برضه في بدايه الجاهزيه، لسه ما جهزش، لسه لم يكتمل بدنيا. اعتقد لو اكتمل بدنيا ممكن يبقى افضل من كده بمراحل عديده يعني. ولكنه سجل هدف، بنبارك له، هدف برضه مهم وهدف برضه مؤثر، واعتقد هيدي له ثقه بشكل كبير. طبعا اكيد الهدف هيدي له ثقه، بس انا وعندي لعيب زي مودست، لعيب كبير ولعيب كويس ولعيب هداف، عنده ميزات كتير، ولكن مش جاهز بدنيا. واضح ان هو مش جاهز بدنيا. هل الافضل ان انا ابدا بيه ولا يقعد على الدكه وياخد فترات من المباراه؟ بص هقول لك على حاجه يا كابتن. امكانيات الاهلي وقدراته وامكانيات انبي وقدراتها يعني تخلي المدير الفني يدفع باي حد، تمام، ويشرك اي حد، ما عندوش مشكله في الحته دي. يعني انت لما تيجي تعمل مقارنه ما بين الفرقتين هتلاحظ ان الاهلي كفته ارجح بكتير جدا. فيلعب مودست، يلعب كهربا، هي الموضوع عباره عن توقيت وامتى هتخلق فرص لتسجيل الاهداف. فانت ما عندكش مشكله كمدير فني، ما هو لعب مودست النهارده وكسبنا، وهو سجل هدف وكسبنا ثلاثه، تمام، وكان في اكتر من فرصه محققه للنادي الاهلي كان ممكن يسجل من خلالها اهداف في الشوط الاول وفي الشوط الثاني كمان. فالنهارده المباراه نفسها يعني بالنسبه للمدير الفني او بالنسبه للكره مريحه شويه، يعني المباراه هاديه، مش المباراه اللي تقلقه، مش المباراه اللي محتاج يلعب فيها 100%، تمام. انا لو عايز العب 100% انا هلعب امام عاشور من بدايه الماتش، تمام، على حساب مروان، والعب بديانج او على حساب مجدي قفشه، والعب بمروان والعب بديانج والعب بامام عاشور والعب بالطريقه التقليديه بتاعتي. لكن هو الراجل شايف ان الماتش في المتناول، تمام، لفروق الامكانيات والقدرات ما بين الفرقتين. انت بتلعب فرقه الشوط الاول بتلعب 5-4-1، تمام، او 5-3-1-1 او 5-3-2، تمام. بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمد الولد لما بيقطع في ال 18 عايز يلعب كره طوليه، تمام، صعبه جدا جدا جدا. ستايل في اللعب ادم بقى، ستايل ما ينفعش تلعب، مش دي الكره الحديثه. الكره الحديثه بتباص وتتحرك وتبني هجمه وتشتغل، ونص ملعب بيشتغلوا وبتضغط وبتضغط في بعض الهجمات وبتنتظر تعمل ديلي في بعض الهجمات، وبعض الاوقات بتلعب زون ديفنس، وبعض الاوقات بتقرر انت تضغط من قدام. يعني الكره فيها تنوع في الاداء اثناء الجيم نفسه، ما عندكش طريقه ثابته بتلعب بيها طول المباراه. ما ينفعش يبقى عندك طريقه ثابته تلعب بيها طول الماتش، ما ينفعش بالزبط. لان الماتش متغير. ليه متغير؟ 0-0 غير 1-0 غير 2-0، وانت مضغوط غير وانت ماسك الكوره، الموضوع بالزبط. مختلف تماما. لكن احنا قدام فرقه النهارده كتاكتكس لا صفر، قليله جدا،
يعني فرقه انبي قليله، ده مش خد بالك مش تقليلا من الثلاث اهداف، ما انت برضه حطيتهم في وضعهم الطبيعي. خد بالك انت اللي فرضت اسلوبك عليه، هو قلقان منك، هو هو نازل بيلعب خمسه مدافعين براس اثنين على طرف ملعب ثابتين عشان يبقى واحد مع بيرسي تاو والتاني مع حسين الشحات، ويبقى ما يديش فرصه لعلي معلول ولا محمد هاني، ما يبقاش في تحركات من ورا الاثنين الوينجرز، تمام؟ وحط ثلاثه، وحط الثلاثه التانيين واحد يعني بمثابه الليبرو، هم بيلعبوا على خط واحد الثلاثه يعني السنتر باكس، ودي خلاص يعني في كره القدم اصبحت ملهاش تواجد، ملهاش وجود. الكلام ده بتلعب بامتى؟ لما يكون كسبان 2-0 بلعب في بطوله افريقيا هوم اواي، تمام؟ او العب وكسبان 2-0 جوه ملعبي وطلع العب بره، فالعب كده وخد بالك وبرضه هيجي فيك اجوال، لان انت هتفضل مضغوط طول الماتش. يعني كره القدم اصبحتش كده يعني، يعني خلي بالك انا مختلف شويه، انا كمدير فني الانبي او كمسؤول عن الجهاز الفني الانبي، انا ممكن انا عارف الفوارق اللي بيني وبين النادي الاهلي انها كبيره جدا، فما فيش قدامي حاجه غير ان انا العب بالاسلوب ده. يعني انت بتقول ممكن تتلعب بيه الاسلوب دوت لو انت كسبان هنا على ارضك، ما هو غير يا كابتن، ما هو غير، ما هو غير بعد ايه؟ غير لما جه في 2-0 بس. طيب صح، مش من البدايه كابتن، ما هو انت خد بالك انت بتدي فرصه طبعا، هو كابتن اسامه قال لك ايه بعد 2-0؟ بص حجم النادي الاهلي كبير، طب وفروق الامكانيات كبيره، لكن انا بلعب جيم في كاس مصر، يعني احتماليه ان انا اتغلب بالتيم بتاعي قدام الاهلي مع جاهزيه الفرقتين مثلا 70-30 70 للاهلي 30 للانبي، صح؟ ايوه. العب جيم رايح جاي، انت عندك الولاد يعني كلهم صغيرين يعني في السن، فيقدروا يجروا، لكن هي فكره ايه؟ فكره القلق والخوف اللي بيسيطر على بعض المدربين. النهارده مدير فني قلقان وخايف، حقك تخاف من الاهلي طبعا، وضع طبيعي، ده وضع في كره القدم، دي منهج طبيعي جدا، انك لما بتلعب البطل او بتلعب فرقه اعلى منك بكتير لازم تعمل له حسابات، مش حساب واحد، وده ماتش كاس مش ماتش دوري، تمام؟ لكن مش لدرجه ان انا بقى العب بخمسه مدافعين قدامهم اربعه قدامهم واحد وبلعب بطريقه عشوائيه، ما انت هتفضل طول الماتش مضغوط زي ما الاهلي عمل كده بالظبط. الاهلي عمل ايه؟ انت من بدايه الماتش هو شاف انبي بيلعب بالطريقه دي، ضغط النادي الاهلي، فاصبح انت النهارده عبد المنعم في كل الهجمات موجود على الدايره بتاعت نص ملعب بتاعت انبي، فانت حطيت فرقه انبي خلاص تحت ضغط، فطبيعي جدا، وضع طبيعي انك هيجي لك فرص من كتر الضغط ده. فطبيعي جدا ان مدافعين انبي هيغلطوا، طبيعي هيجي لك واحده زي ما عملها اليو ديانج كده، اخترق بقى لوحده فتعامل بفردي فقدر يحصل على ركله جزاء، واحده زي حسين الشحات رقص واحد واثنين وحط كرة تمام بليسنج حلو قوي اتلعبت جت في القائم، ده وضع طبيعي، هو ده الضغط اللي انت بتمثله، وهو ده الميزه اللي عملها الاهلي النهارده، انه استغل تاخر فرقه انبي وتكتلهم وابتدى يضغط عليه من الحته اللي قدام في نص ملعبه وفي منطقه جزائه، حتى كمان الضغط تواصل للشوط الثاني، انت الهدف بتاع موديست ما هو جاي ضغط، لما ضغطت على اللاعب بتاع انبي انت غلطته وخلاص، راح موديست واحد ضد واحد وقدر ان هو يسجل هدف، فانت الميزه اللي عندك اللي قدرت اللي انت عملتها النهارده واستفدت بيها انك استغليت تاخر فرقه انبي والكتله العدديه في نص ملعبهم وابتديت تمارس عمليه الضغط عليهم.